النهارده هنتكلم على changes in global epidemiology of type 1 diabetes in an evolving landscape of environmental factors, causes, changes and opportunities. ايه معنى هذا الكلام؟ هذا كلام باللغة العربية: التغيرات في علم الأوبئة العالمي لمرض السكري من النوع الأول في ظل بيئة متطورة من العوامل البيئية، الأسباب والتحديات والفرص. خلاصة هذا الكلام: لقد زاد معدل الإصابة بمرض السكري من النوع الأول، اللي هو المعروف إن هو بيبقى البنكرياس أصلا مش شغال، ومعظمه بيظهر في الأطفال وأحيانا بيظهر في الكبار. زاد معدل الإصابة بمرض السكري من النوع الأول على مستوى العالم في العقود الأخيرة، ولم يتم فهم الأسباب وراء هذه الظاهرة بشكل كامل بعد، وقد ارتبطت العدوى في وقت مبكر من الحياة والعوامل قبل الولادة وبعدها بتركيبة النظام الغذائي بتحفيز المناعة الذاتية وخطر ظهور مرض السكري من النوع الأول. ومع ذلك فإن الزيادة السريعة في الحالات الجديدة من المرضى بتثير فرضية مفادها أن عوامل نمط الحياة التي ارتبطت تقليديا بمرض السكري من النوع الثاني زي السمنة وأنماط الأكل غير الصحية ممكن أن تلعب أيضا دور في نشوء مرض السكري المناعي الذاتي اللي هو بتاع النوع الأول. يعني قد تكون في عوامل متشابهة ما بين النوع الثاني والأولاني. وبتهدف هذه المقالة لتسليط الضوء على علم الأوبئة المتغيرة لمرضى السكري من النوع الأول وأهمية التعرف بشكل صحيح على العوامل البيئية اللي تقف وراءه، فضلا عن الروابط مع التسبب في الاضطراب والحاجة لمنع أو تأخير مرض السكري من النوع الأول ومضاعفاته على المدى الطويل. إحنا عايزين نعرف الأسباب، عايزين نشوف إذا كان في عوامل متسببة فيه، وإزاي نقدر إن إحنا نأخر ظهور هذا النوع من المرض أو نمنعه لو أمكن، لأن الموضوع إلى حد كبير مجهول. في عام 2021 قدر عدد الأفراد اللي هم بيعيشون مع مرض السكري من النوع الأول بحوالي 8.4 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، مع حوالي 5 مليون حالة جديدة في ذلك العام. وبحلول عام 2040 من المتوقع أن يصل عدد الأشخاص اللي بيعيشوا مع مرض السكري من النوع الأول إلى 17 مليون، هو كاتب الى من 13.5 ل 17.5 مليون، وبيبلغ متوسط العمر المتوقع للطفل بيبلغ من العمر 10 سنوات تم تشخيصه بمرض السكري النوع الاول حوالي 13 عام فقط في البلدان المنخفضه، و65 عام في بلدان ذات الدخل المرتفع تم الابلاغ عن مضاعفات كبيره بما في ذلك خلل انبساط القلب وخلل شحميات الدم وقلب من البول لدى مراهقين مصابين بمرض السكري من النوع الاول، وتم الابلاغ على خلل في الخلايا البطنيه حتى في وقت أبكر أثناء وقت بدري، يعني أثناء الطفولة. علاوة على ذلك بيصاب حوالي 30% من مرضى السكري من النوع الأول بأمراض الكلى في مرحلتها النهائية خلال حياتهم، كما ترتبط نوعية الحياة الرديئة والعبء النفسي بمرض السكري من النوع الأول. ومن ثم قد أصبح من الواضح أنه الزيادة في حالات الإصابة بمرض السكري من النوع الأول في جميع أنحاء العالم بتشكل تحدي خطير للصحة العامة. بيزداد انتشار مرض السكري من النوع الأول سنويا بنسبة بتصل لحوالي 34% في المية، وقد تم التحقق بدقة في مساهمة العوامل البيئية في بدء العملية المناعية الذاتية التي تؤدي لتدمير خلايا بيتا في البنكرياس، كما تم طرح فرضيات حول ارتباط المعلمات المحيطة بالولادة زي طريقة الولادة والنظام الغذائي للأم والطفل والمساهمين البيئيين زي التلوث الجوي والظروف المناخية. خلي بالنا دي عوامل مؤدية لمرض السكري من النوع الأول، أو قد تكون زي بانتشار دي بتساعد على انتشار مرض السكري من النوع الأول. وقد اقترح وباء السمنة اللي يؤدي إلى مقاومة الأنسولين واضطرابات الدهون إنه بيعمل على تسريع ظهور مرض السكري من النوع الأول لدى الأفراد المهيئين وراثيا. واحد يبقى مهيئ وراثيا ويخش له في مجموعة من predisposing factors عوامل مهيئة أكتر يروح داخل في هذا المرض. تهدف هذه المقالة إلى تسليط الضوء على علم الأوبئة المتغير لمرض السكري من النوع الأول وأهمية التعرف بشكل صحيح على العوامل البيئية وراءه، بالإضافة إلى رابط مع التسبب في الاضطرابات والحاجة إلى منع أو تأخير مرض السكري من النوع الأول ومضاعفاته طويلة الأمد. موضوع كبير ونتحمل شوية إن احنا نسمعه عشان هنقدر نستفيد ونشوف
كتير من الأمور اللي نستفيد بها في هذا المقال. مع السلامة.